أهلا بكم مشاهدين. نفذ القضاة في الجزائر إضرابا عاما استجابة لقرار أصدرته النقابة الوطنية للقضاة ردا على حركة تغيير واسعة وغير مسبوقة في سلك القضاء وصفتها النقابة بالمجزرة. في الجزائر شلل شبه كامل يضرب المحاكم والمؤسسات القضائية. تقرر توقيف العمل القضائي برمته ابتداء من تاريخ الأحد. نفذ القضاة إضرابا عاما استجابة لقرار أصدرته النقابة الوطنية للقضاة. القرار جاء ردا على حركة تغيير واسعة في سلك القضاء وصفتها النقابة بالمجزرة. رفض قاطع لعقد جلسات المحاكمة في كل المحاكم والمجالس القضائية، مظاهرات للقضاة شعارها أنا قاض ولست فاسدا، جاءت ردا على اتهامات بالفساد وجهها لهم وزير العدل بالقاسم زغماتي. إذن هو إضراب مفتوح ومطالبات بتعليق فوري للحركة السنوية للقضاة المعلنة من قبل وزير العدل والتي مست حوالي 3000 قاض بين نقل وإنهاء مهام وإحالة على التقاعد. تخرج النقابة الوطنية للقضاة بإعلان أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت اليوم 96%، في حين رفض عدد محدود من القضاة المشاركة بالإضراب بحجة أن قرار النقابة لم يكن استشاريا. جاء الرد الحكومي سريعا بتحذير من وزارة العدل للقضاة أن الإضراب يضعهم تحت طائلة المسؤولية، مؤكدة أن القانون يمنع القضاة من القيام بأي عمل يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. إضراب مفتوح دون رؤية واضحة لمدته وتحذير حكومي بالمساءلة يضع السلطة القضائية في موقف متأرجح مؤثرا على الحياة العامة بشكل قاطع. انضم إلينا من باريس إسماعيل خلف الله المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. وإن كانت تحت عنوان الاحتجاج على الحركة التي مست سلكهم، هل يمكن عزل إضراب القضاة في الجزائر عن الوضع السياسي العام في البلاد وما يجري في الشارع؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهد الكريم. نحن نعتقد أن الدفاع عن استقلالية القضاء إذا لم يتم أو لم يأتي هذه المطالبة، إذا لم يقوم بها القاضي فمن يقوم بها؟ إذن نحن نعتبر أن هذه الحركة الاحتجاجية وهذا الإضراب يصب في هذا، لأن المخول لعملية الحركة، حركة القضاة، تكون من المفروض أن السلطة التي هي المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا وقال وتبرأ من أنه لم يستشر في هذه الحركة. كنا هناك من ينتقد هذه حركة الإضراب هذه على أساس أن القضاة لم يتحركوا فيما يعانيه الشارع الجزائري وفيما يطالب به المجتمع الجزائري، إلا أنهم تحركوا اليوم على أساس أن هذه الحركة أو هذه القضية مست حركتهم ومست يعني مستهم. شكرا. مهنيا، فنحن نقول نعتبر أن هذه الحركة أو هذا الإضراب يصب في الدفاع أو المطالبة باستقلالية القضاء. شكرا التي لك هي باريس. مطلب من مطالب الحركة. إسماعيل خلف الله المحامي والناشط الحقوقي.